أشهد أن لا إله إلا الله، مع انغماس أكثر الناس في المادة وانشغالهم بزيف الحضارة المزعومة، تنبت ظاهرة الإلحاد التي لم يسلم منها حتى أتباع الديانات المحرفة. حين نغوص أكثر في أعماق الموضوع، ندرك أن ثمة أياد خفية تسعى لنشر هذا الفكر بكل الوسائل، وهو وإن كان محدودا لكنه في غاية الخطورة، والمسلمون قادرون بإذن الله عبر التحصن بالعلم والإيمان على تخطي هذا الداهم المردي، خصوصا إذا ما تبين لهم أن كثيرا من المنظرين له يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وأن فيهم من أعلن رجوعه وعدوله عن هذا الفكر المصادم للفطرة البشرية. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.